يلا السلام عليكم. هذا كلام اوجهه لبناتي والولدي اللي عندهم قنواتات وينشرون، يعني عندهم محلات ومسوين قناه وينشرون. الاغلبيه يقولون ابو علي احنا مثلا كان شغلنا خير من الله والمتابعين ويانا مستمرين، فجاه رزقنا وقف، ما هو السبب؟ طبعا الاغلبيه اللي بعد الاستخاره وبعد ما شيكنا امورهم لقينا الخلل شنو؟ حبيبي تاج راسي انتبه علي يا جنابك، انت عندك قناه تنشر بها على رزقك، مثلا عندك مطعم او عندك عطاريه او عندك ادوات، حياتك الشخصيه لا تربطها ويا العمل. انت طالع اليوم قاعد بمطعم، لا تنشرها بهاي القناه. انت رايح زياره، لا تنشرها بهذه القناه. مشتري سياره، قاعد ويا اصدقاء، الكلام البناتي والولدي، هاي القناه لا تنشرها بها، هاي القناه خليها قناه عمليه، قناه فقط للعمل. ابو ملابس انت، ابو ادوات، ابو غراب، ابو موبايلات، مطعم، حياتك الشخصيه لا تربطها بالقناه. يعني هنا راح تصير عندك مشاكل، وتعرف يعني رسول الله صلوات الله عليه يقول استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. لا تخلي حياتك المفصله تكون ويا عملك، افصل بين عملك وبين حياتك الشخصيه. هنا رزقك راح يبقى ثابت، عملك يبقى ثابت، وما يصير عندك اعداء، والله يفتح ابو وجهك بحق محمد وآل بيت محمد. السلام عليكم ورحمة الله.